اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان. اليوم التصوير رح يكون خاص، انا موجود في زياره في بيت الاخ ريمون صديق، عزمنا على الغداء. وبصراحه الغداء اللي عامله ابو نزار اللي هو الاخ زياد الشحادي، طبعا يعني اشهر من ان يعرف. والاخ زياد على فكره عنده مواهب كثيره، من ضمن المواهب الطبيخ، وطبعا طبخ منسف. بعد هذا التصوير رح نتغدى مع بعض. فطبعا طالما الاخ زياد موجود لازم يرنم ترنيمه او ترنيمتين. بس انا بدعوك اليوم انه تشاهدوا هذا اللقاء، هذه الحلقه، وبصلي كمان تكون سبب بركه لحياتكم. بتعرفوا احنا من خلال كل هذا التصوير والتاملات اللي بنعملها بشكل يومي، الغرض من كل هذه التاملات مش بس استعراض شويه معلومات، لكن من قلب فعلا، من جوا بهمنا كثير انك انت تتبنى روحيا، وانك تتحافظ على اللياقه الروحيه وتتقوى وتتشدد، وكمان انت تكون خادم ومرسل. الرسائل اللي بتسمعها انت تشاركها معنا مع الاخرين. اليوم انا راح اتكلم عن الفرح، افرحوا في الرب كل حين. طالما احنا عاوزين نفرح في الرب، معنا اخونا الاخ زياد شحادي راح يرنم لنا الترنيمتين، وبصلي نكون بركه لحياتكم. تفضل اخوي زياد. ابي الابانا المحب، نشكرك من كل القلب لاجل الفرح، لان فرح الرب هو قوتنا. هي ساعه لكي نستيقظ ونطلب وجهك ونتغير يا رب، لن نرجع كما كنا. نود ان روحك القدوس يملأنا ويعطينا ان نتدرب زي ما تكلم اسيس نزار على حياه التقوى والبر والتعقل، لنعيش زمان غربتنا في خوف ورعده امامك. نريد ان نكرمك باقي العمر الذي لنا هنا على الارض، كما يا رب هو مكتوب طعامي ان افعل مشيئه الذي ارسلني وان اتمم عمله. ساعدنا باسم الرب يسوع ان نكون مشابهين صوره ابنك في مركز وملء مشيئتك. نباركك ونعظمك لاجل الفرح، نعطيك كل المجد. ترنيم 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 ليسوع اعظم اله، ترنيم 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 مجد بيملى الحياة، ملكوتك مالو حدود وطريق إبليس مسدود، ملكوتك مالو حدود وطريق إبليس مسدود، بالعز كمان هيسود سلطانك يا ابن الله. ترنيم 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 ليسوع أعظم إله، ترنيم 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 مجد بيملى حياة، إبليس مغلوب مغلوب أعلن واضح مكتوب، بالدم وفي المصلوب في يسوع أنا بنتحدى. ترنيم 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 ليسوع أعظم إله، ترنيم 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 مجد بيملى الحياة، إيمان في يسوع بيزيد وكتاب مليان مواعيد، إيمان في يسوع بيزيد وكتاب مليان مواعيد، والوعد بنصره أكيد سلطان الوعد معاه. ترنيم 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 ليسوع أعظم إله، ترنيم 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 مجد بيملى الحياة، إيمان بيعيش في النور ويشوف إبليس مقصور، والشعب صبح منصور وبيعلن مجد الله. ترنيم 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 ليا
يسوع أعظم إله. ترنيم 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 مجد بيملى الحياة. أمين. خليني أسألك أخ زياد، طبعا إحنا مش مجازين ولا محضرين ولا كنا مستعدين لهالموضوع، لكن الناس يمكن مرات بتفقد المعنى بين الفرح والانبساط. الفرح هو اختبار داخلي عميق، بس الانبساط حسب الظرف. حسب انت كان عندك امكانيات كبيرة، انت ممكن يكون مطرب مشهور عالميا، لكن انت صممت تتبع يسوع وتكرس صوتك ليسوع. ممكن تحكي لنا عن الموضوع هذا شوي حتى لو دقيقتين؟ أمين. أخ نزار، اللي صار معي بركة كبير وامتياز وشرف إنه أتبع السيد وإني أخدمه. طبعاً مش كلام بنقال بس حتى نقدم رسالة، لكن هو حياة معاشة. الرب أخ نزار غيرني سنة 87، تقابلت مع الرب في بوستن في أمريكا، خيري خبرنا عن الرب هناك. ولما قابلت الرب مخلص، أنا ممنون الرب اللي أعطاني حياة أبدية، ممنون الرب اللي غيرني من إنسان كنت بعيش في الظلمة إلى إنسان عايش في ملكوت الله، نقلني إلى ملكوت الله، صار عندي حياة الله فيه، صرت أحيا لا الله بدل ما أحيا لنفسي أو أحيا من أجل أن أرضي آخرين. عارف الفن، الناس بقول فرح الفاجئ إلى لحظة، تلاقي المغنيين، وأنا بعرف كثير من أصحابي المغنيين وحتى أسماء معروفة للأسف وبتابع مرات، ليه أنت حزين يا فلان؟ بقول بالفعل أنا حزين، عندي أموال لا تطالها النيران، وأنا حياتي مفروض تكون سعيدة لأن كل أصحابي بيرضوني، يعني they are pleasing me، ممنونين إنه أنا صديق لهم، وللأسف ما في أي معنى أو طعم أو قيمة للحياة. لكن أشكر الرب اللي أعطاني هالموهبة الفطرية حتى أكرسها روحيا، حتى أبني ملكوت الله وأعمل مع الله يد بيد أبني هذا الملكوت، ملكوت الحب. فأنا بتشرف إني أخدم السيد، وإنه الرب يواصل استخدامه لحياتي أكثر من كل الخيرات أو الكنوز، زي ما قال موسى، قال اعتبرتها نفاية، أو قال بقول عن كنوز أو خزائن مصر لا تقاس أبدا، لا بمجد ولا يقاس أيضا بأن أعرف المسيح، حاسبا عار المسيح غنى أفضل من خزائن مصر. فهذا امتياز لا يضاهي أي امتياز. أشكر الله. الرب يباركك أخ زياد. إذا ممكن كمان ترنيمة. آمين آمين. غنوا معايا يا شعب الرب، تعالوا نرنم لي، خلي هتاف تسبحنا يدو ونعلن نصرنا فيه. عارف زمن الكورونا، ما تخلي هذا الزمن أو كلمة كورونا تسيطر عليك ويعني تسلب فرحك وتخاف وتقلق. الرب يزيل هذا المرض وتنقشع الغيمة باسم الرب يسوع. حتى لو تفاقمت الأوضاع، المؤمن مختلف له حماية خاصة، وحتى لو طالك المرض آمن أن الرب يشفيه، ونحن نؤمن أيضا بمشيئة الرب. غني وافرح وهلل واجمع العيل الآن، واسمع انتظر كلمة حية من فم الرب، أقوال المقدسة حتى تطيب خاطرنا ونحيا فيها ونعيش الحق الكامل. غنوا معايا يا شعب الرب، تعالوا نرنم لي، خلوا هتاف تسبحنا يدوي ويعلن نصرنا فيه. واليوم مجيء نكون شعب اللي مستنيه، ومعاهنك في سماء نفضل نرنم لي. مجد الرب في وسط كنيسته بنعلنه بالتسبيح، وبأصوات الحمد بنهتف على اسم المسيح. رفعين صليب الرب، ده احنا بدمه مفديين، غالبين جنود الشر باسمه دايما منتصرين. غنوا معايا يا شعب الرب، تعالوا نرنم ليه، خلوا هتاف تسبحنا يدوي ويعلن نصرنا فيه. واليوم مجيء نكون شعب اللي مستنيه، ومعاهنك في سماء نفضل نرنم ليه. وقت الحرب ووقت الضيق انا برفع قلبي ليه، وعدو يثبت فيا ايماني خليني اهتف بيه.
دي قيود سجون وجيوش حروب نكسرها بالتسبيح لما بيعلى هتاف إيماننا مجدا للمسيح. غنوا معايا يا شعب الرب تعالوا نرنم ليه خلوا هتاف تصبح مينوي نعلن نصرنا فيه واليوم نجيء نكون شعب اللي مستنيه ومعاه في سماء نفضل نرنم ليه. قلبي بيهتف للي فداني دم على الصليب روحي وعقلي ويا لساني يعظموا أغلى حبيب. دي قيود سجون والجيوش حروب نكسرها بالتسبيح لما بيعلى هتاف إيماننا مجدا للمسيح. غنوا معايا يا شعب الرب تعالوا نرنم ليه خلوا هتاف تسبحنا يدوي ويعلن نصرنا فيه واليوم مجيء نكون شعب اللي مستنيه ومعاه في سماء نفضل نرنم ليه. مجدا للرب. امين. مجدا للرب. شكرا كثير اخ زياد. الكتاب المقدس بيقول في فيلبي اصحاح 4 والآية 4 افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. هذا طبعا مش بس وصية وامر من رسول بولس، يعني الرب يسوع قال اطلبوا لكي يكون فرحكم كامل. واحنا سمعنا من اخونا زياد اقتبس الآية لا تحزنوا لان فرح الرب هو قوتكم. الناس مجتمعة وبتبكي على خطاياها والمطر نازل شديد وبكاء شديد وعم بصحح المفاهيم، يقول لا تحزنوا فرح الرب هو قوتكم. بنشوف من خلال الفرح انه في شفاء للنفسية، وفعلا بسفر الامثال بيتكلم عن الوجه الفرحان يجعل الوجه طلقا وبيكون شفاء للامراض الجسدية والنفسية والروحية ايضا بعمل طبعا يسوع المسيح والرسول. وهي الكلمات اللي قيلت يعني في ايام صعبة من بعد ما رجعوا من السبي وابتدأوا يقرأوا في شريعة الرب اكتشفوا كم كانت خطيتهم عظيمة، فكان في حزن، فعم بشجعهم لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. فالفرح يعطي شفاء والفرح يعطي قوة أيضا. ثم في مناسبة تانية في النبي حبقوق قال عبارة في سورة قاتمة جدا، في مكتوب في حبقوق صحاح 3 آية 17، فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المذاود. في أكثر من صورة قاتمة سوداء سلبية أكثر من هيك، أكثر من هيك وصف. اسمع ما يقول النبي حبقوق في آية 18، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. حبقوق بشوف طبعا بعينه الروحية برؤية إنه في العدو جاي على يهوذا، الكلدانيين أو البابليين جايين يخربوا المدينة ويدمروا المدينة. فكان بيتساءل يعني طب انت يا رب كيف بتسمح لأمة شريرة، احنا جماعة الشعب يعني احنا شعبنا شرير، لكن كيف بتسمح لأمة أشر من أمتنا أن تأتي وتعمل ما لا يعمل الخراب الكامل. وفعلا جاء نبوخذنصر في سنة 586 قبل الميلاد دمر أورشليم تدميرا كاملا شاملا، دمر الهيكل وأخذ طبعا إلى السبي. فهو شايفها برؤية، فكأنه بقول طب شو هالوضع، كيف بتسمح، مش مدرك حبقوق، مش قادر يستوعب، لكن أدرك إنه الله صالح، الله قادر، الله موجود، الله حي، أكيد يخرج من الآكل أكلا ومن الجاف حلاوة، الله يشرق من
ظلمة نور من ظلمة، والله قادر يعني عنده حتى في الموت مخارج. الله لا تأخذ يعني أي غفلة، الله صاحي عارف يعني شايف كل الظروف، فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما، فشايف هاي الصورة فعم يتكلم مع أنه لا يزهر التين يجذب عمل الزيتونة إلى آخره، لكن في قرار في اختيار واختبار في نفس الوقت. فالفرح هو اختبار، احنا لما بيكون نمتلئ من الفرح لما بنختبر يسوع في حياتنا، لكن الفرح ايضا قرار واختيار. انا بصمم انه ما اكونش سلبي، انا بصمم مش هعيش بحزني ولا في ماضي ولا في الامي ولا في الظروف الصعبه، ولا حتى لو كل الصوره سودة، حتى لو كل شيء حوالي عم بيوحي مرض وباء عدم الشغل ظروف صعبه ظروف الاسره صعب الحياه صعبه، افرح بالرب، ابتهج باله خلاصي. وهذا ما غناه النبي إشعياء، فرحا افرح بالرب تبتهج روحي بالله مخلصي. فهذا الفرح هو اختبار وهو قرار، انا بصمم انه اكون فرحان. عشان هيك الفرح بيختلف عن البسط او السعاده. السعادة إذا أمور متوفرة أنا ممكن أكون سعيد، لكن الفرح بغض النظر، بغض النظر تحت الأعداء في السبي في الظروف الصعبة في الظروف السوداء في أي وضع، أنا فرحان في الرب لأنه فرحي مش من ظروف العالم، فرحي هو اختبار من الرب. الرسول بولس طبعا بيتكلم عن الفرح عدة مرات في رسالته إلى فيليبي، وبيكتب عن الفرح من السجن، مسجون في سجن روميا، وعم بشجع كنيسة فيليبي افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. فإذا سواء الأعداء جايين لمحاربة كنيسة الرب، سواء أنه منشعر حزن على خطايانا ورجوع إلى الرب بنفرح، سواء موجودين في الحرية أو في العبودية في تحت أي ظرف، أنا بصمم أنه أكون فرحان اليوم، لأن الفرح بيعطيني قوة، الفرح بيعطيني شفاء، الفرح بيشفي نفسيتي، الفرح بيعطيني أكون منطلق، والفرح بيخليني أعيش حياة النصر حياة الانتصار. والفرح مش بس اختبار، ثمر، ثمر الروح هو محبة فرح سلام. فثمر الروح الفرح هو دليل انه انا مليان بروح الرب، روح الرب ساكن فيي وانا فرحان في الرب. وانا عاوز اوجه رسالة لكل من يشاهدنا، يمكن عم بتمر في حزن لفقدان شخص عزيز، يمكن عم بتمر في ظروف قاهرة جدا، ظروف صعبة حاسس انه كهلك وظهرك رح ينكسر. شو رايك اليوم تصمم تقول انا ما انا، انا عاوز افرح بالرب وعاوز اختبر هذا الفرح. رح اطلب انك تصلي اخ زياد انه يمتلئ من الفرح، بس احكي كمان كلمة اخيرة من فضلك. انا عندي سؤال لك اخ نزار، وهي حقيقة من عيشها يوميا ولا سيما في الازمنة المجنونة التعيسي بالنسبة لكل العالم والمؤمنين كمان كبشر، يعني بيمروا بهذه الأزمة كمان مع أداء العالم. هل الآية اللي بتقول افرحوا بالحال لأن أسماءكم مكتوبة في سفر الحياة، هل المؤمنين لازم يرجعوا؟ أنا أول واحد طبعا كأول خاطي والرب غيرني وعطاني اسمه وعطاني روحه وعطاني روح الفرح اللي هو ثمر الروح، أصمم أني أفرح لأني اسمي في سفر الحياة ولأن فرح الرب قوتي. بس بالأولى أنه أنا يعني مسمى على اسم الرب، أنا مسيحي ولي علاقة وشركة معه، أنا إلي سلام في المسيح. بس أنا سؤالي لك أخ نزار، ممكن تعطينا حتى لو دقيقة بس، شو يعني أنا افرحوا بالحالي لأن أسماءكم مكتوبة بسفر الحياة؟ إيه بي للشخص البعيد عن الله، الفرح الحقيقي فعلا في المسيح. الفرح الحقيقي مش يعني مش ظرفي ولا بالأشياء. لا طبعا سؤال كتير كتير حلو أخ زياد، ولاحظ أنه سياق الحديث لهذا الموضوع إن الرب يسوع أعطى التلاميذ سلطان يخرجوا شياطين يشفوا مرضى،
ورجعوا فرحانين جدا مليانين فرح انه حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فالرب يسوع قال لهم اوكي كثير حلو، بس خليني اقول لكم في شيء احلى، بل افرحوا لان اسماءكم مكتوبه في سفر الحياه. وهذا طبعا سؤال مصيري، سؤال مهم لكل واحد منهم. هل اسمك اليوم انت بصراحه يعني بدون المظاهر الدينيه وما في حد شايفك الا بس الرب، انت اليوم هل اسمك مكتوب في سفر الحياه؟ إذا أنت عندك تردد أو شكوك، تعرف شو أسرع طلبة صلاة؟ ارحمني أنا الخاطئ، أنا بقبلك يا رب يسوع في حياتي، تكون أنت سيدي، أنت ربي، أنت ملكي، وأنت مخلصي. تعرف إذا أنت بتعنيها اليوم تقول له يا رب أنا بتوب برجع، اكتب اسمي في سفر الحياة. فكرك الرب برد أي إنسان تائب أو بيرجع له. اسمع وعد المسيح، قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. أخ زياد اختم لنا بالصلاة من فضلك. أمين. أنا بس عندي كلمة 30 ثانية حابب أخبر كل واحد من أحبائي، مش هزيد على كلام أخ نزار الغالي، لكن انه بالعلاقه الحقيقيه مع الرب يسوع المسيح، بالتوبه الحقيقيه، بالوقفه اللي انت صليت الان فعلا لو من كل قلبك، انت الك حياه ابديه والك ضمان ابدي، لانه الرب دفع الثمن، قال قد اكمل. حابب اخبرك انه في فرح بحياتك، وهذا الفرح يتزايد زي النور في حياتك. هذا الفرح بس مبني على علاقتك الحميمه مع الرب يسوع والشركه معه مع المؤمنين. فمن فضلك ما تتهاون بالجلوس امام الرب، السجود، وايضا علاقتك مع الكلمه وعلاقتك مع شعب الرب الغاليين. احنا بشر فينا اخطاء مش ملائكه، لكن بيجمعنا الرب بحبه. كلام الرب روح وحياه، والشركه معه كمان فيها حياه، الروح القدس والروح المحيي. فخليك كمان على تواصل مع Light for All Nations، والرب رح يجاوب عن كل اسئلتك واستفساراتك. خلينا نصلي مع بعض. يا رب نشكرك لأنه أنت مت عنا ونحن بعد خطاة ونحن فجار وأثمة. الرب يسوع نزل من علياه، أخلى مجده، أخلى نفسه، وأخذ صورة عبد إنسان مثلنا لكن بلا خطية، حتى يموت عنا، يأخذ عقاب خطايانا، وأيضا يصير خطية وعار لأجلنا، حتى بحزنه نفرح نحن. شكرك من كل القلب لأنك تحول اللعنة لبركة. أشكرك لأنه يبتلع الحزن من حياتنا نتيجة الخطايا اللي صنعناها في الماضي، لأنك أنت حملت كل هذه الأحزان والعار. أشكرك لأنه لا خزي في حياتنا، وحياتنا يا رب تشهد عن الفرح الحقيقي بعلاقتنا معك وسلامنا معك ومع نفسنا ومع الآخرين. يا رب أشكرك أيضا لأجل الفرح الغير مبني على ظروف أو على أحوال وتحديات، لكن مبني على كلمتك ومبني على العلاقة معك ومبني يا رب على شركتنا مع بعض وعلى ثمر الروح اللي فينا. زي ما سمعنا احنا بنرجع لك، احنا بنتوب حتى نفرح فرح حقيقي لا ينطق به ومجيد بشخصك، لأن فرح الفاجر إلى لحظة لكن فرحك أبدي يدوم. الفرح هو قرار، ساعدنا أن نأخذ قرار الفرح كمؤمنين أيا كانت أحوالنا، حتى لو رب فقدنا عزيز، لكن لنا رجاء أن مجيء قريب وسنتعزى هنا على الأرض، سنتقابل قريبا، نجتمع حول عرش الحبيب المجيد. يا رب كل بعيد عنك يعرفك ويفرح فرح غير عادي بشخصك وبفرح الروح بداخل. في المسيح يسوع نعطيك وحدك كل المجد. آمين آمين. الكتاب بقول عن المفديين فرح أبدي على رؤوسهم. إذا فعلا الرب لمسك وإنت حابب تخدم وتشارك في الخدمة، شارك هذا الفيديو. الرب